في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية المخزومي وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها أو أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد عليه، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فقوله فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قلنا إن الاستفهام هنا ليس على بابه، وإنما يراد منه التهيج والتذكير لأبي طالب معتقد أبيه وهو عبد المطلب. ويستفاد من هذه الجملة أن القائل لأبي طالب اثنان: عبد الله بن أبي أمية، والآخر أبو جهل. وكان المسيب موجودا ولم ينكر عليهما، فدل على أنه ليس بمسلم في تلك الحال، وذلك لأن المسلم لا يرضى أن يدعى إلى الكفر في مكان يكون فيه. من الفوائد عند هذه الجملة أن ذكر التعبيد لغير الله عز وجل هنا في جملة أو في اسم عبد المطلب لا يعني الإقرار منه عليه الصلاة والسلام، ولا يعني أن المسيب لما نقله نقله وهو راض عنه، بمعنى أنه مقر لأن يعبد الاسم لغير الله، وذلك لأن ناقل الكفر ليس بكافر. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام في حنين قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ومن الفوائد عند هذه الجملة أن عبد المطلب مات على الكفر، وذلك لأنه ما قال أترغب عن ملة عبد المطلب، وعبد المطلب آنذاك كان ميتا، فدل على أن عبد المطلب مات على الكفر. ومن الفوائد عند هذه الجملة بيان خطر تعظيم الأكابر من الآباء والأجداد ونحوهم، والخطورة تكمن فيما إذا كان هؤلاء الأكابر كانوا على باطل، أما إن كانوا على حق فإنهم يعظمون قدر تعظيمهم، فمثل ذلك أسلافنا رحمهم الله نعظمهم ونرفع من شأنهم، لكن على الوجه المطلوب شرعا دون أن يزاد فيه، كما صنع بعض من انتسب إلى هذا الدين إذ رفع بعض الناس فوق منزلته فغلا فيه.